لطالما كانت الطائرات الحربية الأمريكية اليد الضاربة بمعظم الحروب، لا سيما تلك المنتمية لفئة طائرات الشبح المصممة للتخفي عن الرادارات وتجنب استهدافها بدعم من التصميم الخاص لسطحها وطبيعة المواد المستخدمة في صناعتها. فكانت الولايات المتحدة الأمريكية أول صانع للطائرات الشبحية في العالم، تمثلت بطائرة F-117 نايت هاك وبتكلفة وصلت لنحو 280 مليون دولار، وكان أول إقلاع لها في سنة 1981، وخرجت عن الخدمة في سنة 2008، وبقيت لفترة طويلة أهم سر للجيش الأمريكي، ولم تعترف الولايات المتحدة رسمياً بوجودها حتى أواخر الثمانينيات، وتم عرضها لأول مرة علناً في عام 1990. ومنذ ذلك الوقت طورت أمريكا سلسلة من طائرات الشبح، أبرزها F-22 رابتور التي يعد استخدامها حكراً على الولايات المتحدة وتصديرها للخارج من المحرمات بالنسبة لأمريكا لما تتمتع به من مواصفات خاصة، وF-35 لايتنج لتكون أهم طائرتين شبحيتين أمريكيتين. ليأتي إصدار نسخ متتابعة من الطائرات أبرزها طائرات F-15 وF-16 اللتين دخلتا في منافسة مع المقاتلات الروسية سوخوي التي تمثل عماد الترسانة الحربية الروسية بجميع نساخها 27، 30، 34، 35. التنافس الحربي الأمريكي الروسي في سباق التسلح تجلى بمقارنة بين المقاتلة الروسية سوخوي 27 والأمريكية F-15، وهما من أقوى طائرات الجيل الرابع وأكثرهما أهمية في العالم. وما زاد من أهمية المقاتلتين الأمريكية والروسية هو احتمال أن تتواجهان في سماء أوكرانيا، فرغم الوعد الغربي لأوكرانيا بتزويدها بمقاتلات من طراز F-16 الأمريكية، إلا أن الترجيحات تشير إلى إمكانية وصول F-15 لكييف في نهاية المطاف، خاصة أن أمريكا لديها 212 طائرة من الجيل القديم من هذه المقاتلة والتي اقتربت من نهاية عمرها الافتراضي. لذا فمن المرجح أن تقدمها أمريكا لأوكرانيا لتتواجه مع طائرات سوخوي 27 الروسية وأياً كانت من المقاتلات الأمريكية سواء F-15 أو F-16، فإن المواجهة مع عائلة سوخوي بنسخها المطورة باتت قاب قوسين أو أدنى في السماء الأوكرانية. ستعتمد نتيجة النزال الصاروخي بعيد المدى بين المقاتلة الأمريكية وعائلة سوخوي الروسية على الكثير من العوامل، بما في ذلك جودة أجهزة التشويش والفخاخ الجوية والتنسيق بين هذه المقاتلات والرادارات والصواريخ الأرضية. وفي حال إرسال F-16 فسيكون لديها قدرات شبكات اتصال متطورة تتفوق على سوخوي بفضل تزويدها برابط بيانات لينك 16 والمتوافق مع معايير حلف شمال الأطلسي الناتو، وسيجعل ذلك تنسيق الأفاعي مع المنصات الجوية والأرضية الأخرى أكثر سهولة. لكن روسيا ترى أن سوخوي بجميع أجيالها خاصة الجيل 35 سيتمكن من إخضاع F-16 للسيطرة، فالنزال بين أقوى المقاتلات في العالم سيحمل الكثير من المفاجآت وقد ينتهي بطريق مسدود لإحداهما على حساب الأخرى.